قبل ما تنام بالليل اعمل لستة. يا ما حاش حد ضدك، عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك. لو عاوز تكون ناجح ادرس النجاح، لو عاوز تكون سعيد ادرس السعادة، لو عايز تكون متزن ادرس الاتزان. فتبص تلاقي ان اول حاجة توكل على الله سبحانه وتعالى، الاخلاق العالية، بعدين على طول يكون عندك اهداف. من الاهداف تبدأ تكتبها وتفكر فيها وتكتبها على ورقة صغيرة، كنت أقراها كل يوم قبل ما انام، وأقراها كل يوم أول ما أقوم من النوم، وكل يوم أتحرك خطوة صغيرة على الأقل عشان أحقق هدفي. فده اللي أنا بقوله، إن الأحلام باستمرار بتتحقق، الأهداف باستمرار بتتحقق. كل ما في الأمر أنت لأنهي درجة وصلت المرحلة إنك ما تسيبش هدفك أبدا، ما تسيبش حلمك أبدا.